السيارة أشوف الورا. هاي تارسين أغراض الكلينس والجراب. هاي طبعا ما أقول لكم السيارة من ورا شلون حمليها. طريق نسار الحين على منطقة استوى البطرح يفتح فيها إن شاء الله. الله يوصلنا بالسلامة إن شاء الله ويكون تكون سفرة حلوة إن شاء الله. إذا صدنا راح نسوي لكم حلقة بها. ما صدنا بعد ها هي ها استونا وصلنا على موقع الصيد. طبعا الجو يخبل شوفوا الشجر كلها مصبوغة سبحان الله. هاي الماي نازل طبعا يابس ما مطر هنا هاي السنة وانمار منعس عيونه محمرة صاير حالته كلش متأزمة. بسم الله وصلنا. هذاك كأنه خضيري واقفات على الجرف. وزعت هناك شايفين اخواني هاي منطقتنا اللي راح نقعد بيها. بس دير بالكم تدنون لان هناك شايفين هاي الحفر الناس مغارزة. ورا ما شيكنا الاماكن مال الصيد اخترنا المكان راح نقعد بيه. ما شايفين الشمس بعد ما بقت فقررنا نسويها سفر اليوم. جايبين كبة. شنو النوع الكبة انمار؟ موصلية ابويا. موصلية يقول لي جاهزة بس تحملها الزيت و... وتنحط. حتى زورق جبنا ويانا اليوم. صدك هناك شمشم. طبعا الجو حلو الحرارة حوالي 15 ساعة الجو يخبل. يلا حمد الطاوة طلع عقب. لو فتحوا لي موسم عندنا هذا رهيب. ما شاء الله طبعا الزلاطة تقريبا جاهزة. هنا عندنا سفرية تجي جاهزة أراويكم. تجي جاهزة جاهزات هاي على السريع. بس جبنا شوية قلنا خاف ما عندنا وقت واليوم متى ما شفتوا يعني هاي النهار انتهى انقضيناها بس مشي وسياقة طول اليوم. هذا عشان اليوم شنو هالطير؟ من يعرف شنو هالطير؟ صباح الخير عليكم حبايبي. انا شايفين احنا شلعنا قصب وقاعد نسوي النوجة نجهزها. شايفين شلون هاي وحدة هاي تصير ورانا وهاي القدام اراويكم. طبعا مرقومة ما قاعد تشوفون القماش. بس انا انمار شايفين شلون بحبال صغار يفوت هذا العشب من فوق النار. هناك واحد مكان يفوت هذا القصب بيها البردي شنو تريد تحط تحط وتصير على هالطريقة وانت تقعد بطنها والطير ان شاء الله ما يشوفك وينتبه. يطلع الضوء ان شاء الله واصور لكم المنظر مالتها شلون. انا موري حدير
اليوم ريوقنا لحمة غزال مكروم ناعم. اوكي. شوية بيض. بس على ما اظن نريد له بعد فلفل. نار. يعني شوية بابا. طبخ. بعد بيض يمكن يريد له شوية. طبعا هاي الريوق ثلاثة احنا ستكة ها المار راح اكسر بعد بيضتين عليه وهاي هي بسم الله الرحمن الرحيم بس التشفتير مالتي ناسي هالمرة يلا اخوتي مدوا ايدكم يلا ما بقى له شيء انمار شرمت الطماطم حبيبي طبعا هاي انمار بس ما زلاطة المغرب زلاطه شو الصبح زلاطه ما شاء الله ربي على الزلاطه حج هو من جماعه الزلاطه طلع اخ عاشت الايادي عاشت الايادي ساطور ولك مال سمك السكينه هاي دير بالك سيف 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 السيف البتار ثرم 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 نقول الشاي حطيناه منتظرين يحمى بعد هاويكم هاي النوجة مع الستكة هنا ها ستكة يبقى مضموم هنا شوف احنا هناك نقعد بس على مود الطير ما يشوفه حاطه بال شايفين؟ ما هي حط هنا شوية عشب هاي ما بقى شيء شوية متأخرين اليوم لأن المسافة بعيدة كلش مشينا ناس كلش واقع يصيدون شوية والله تأخرنا بس إن شاء الله اليوم يكون زين هاي أول خضيري عاشت إيدك ستك عاشت إيدك leave it, drop it, drop it. فتح البالغ. أول سيد للموسم. أول فحل. أول فحل. leave it. أوه خل طلع سكينة. هاي خاصة بس للخضيري. بسم الله والله أكبر. بعد خلص طبعا بس اثار الغزلان بالقاع شوفوا الوضع كلش كلش مو زين شايفين ضباب والطير بعد ما ينشاف اصلا ما قاعد يشوف اللعاب يعني الطير عندك حوالي 100 متر تقدر تشوف بس مقضيها بس نطلع الصوت وماكو ونشوف ان شاء الله يجون شيء مو خوش يعني مو كلش مو خوش انمار بس صار حدا ليش قاعد سويته؟ قاعد بس قاعد الدجاج ايش فيك؟ صدق على الضباب طير ماكو انمار مقضيها اكل ثاني خضيري
كان خضيري لليوم بس الرجلين طالعة، شوفوا بس الرجلين طالعة من الماي مقلوب، بس انت ما اعرف انتبه عليه لو لا ما انتبه عليه ما شاء الله. ثاني خضيري عوف عوف وصلت عوف ثاني خضيري ما شاء الله طاحت. عاشت ايدك انمار. روح له روح له روح له الكلب. استوى جابه. اخذ السكينه اخذ السكينه انمار عندك سكينه؟ ما شاء الله هاي خضيري فحل عاشت ايدك. هاي عجب مو بالماي. ما يذوب ما يعوفها بالماي انمار. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تقول رقية ولك. خلي شوف راسه، خليني راسه خلي شوف. ما شاء الله هذا هذا الحليو. اوه عشق الملايين هذا الاخضر عشق الملايين. ها السيد خلينا نشوف الراس مره ثانيه. راويني راويني هالجمال. هلس هلس مجد جاكم مجد جاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللوز هذا السمك شوي. طاق شنو هذا؟ انمار. اعطينا بصله خلينا نشوف وضعها. وهيك يا اصدقائي نكون وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. احب اشكركم على متابعتكم الجميله وان شاء الله اشوف وجهكم عن قريب. طبعا البطات اليوم راحوا كلهم الامي. وصلتني عليهم ومثل ما شفتوا الصيد كان قليل فما طبخنا خضيري. ان شاء الله المره الجايه تكون الطبخه حلوه من الصيد مالتنا. الف تحيه وسلام لكم. اخوكم حيدر كاظم ابو يعقوب ونسرين من ولايه نبراسكا امريكا. الف تحيه وسلام ونشوف وجهكم بخير.